ازيكم عاملين ايه؟ حبيت افرحكم معايا بنتائج كورس البورتري المرة الثالثة. الكورس المرة دي ما كانش على ماسنجر، عملناه على الفيسبوك لان العدد كان كبير. هو العدد اللي بيطبق معايا قليل، مش كله بيطبق، بس لسه في ناس هتحصلنا ان شاء الله. الكورس كله موجود على القناة على اليوتيوب، شامل كل ما يخص البورتري بشكل اكاديمي زي ما درسناه في كلية فنون جميلة، النسب، اوضاع الوش، وازاي نحركه، ازاي نرسم ملامح حاجة حاجة بالتظليل بتاعها بكل تفاصيلها، ازاي اصلا نظل الزح، وازاي حتى نبري القلم للتظليل، كله موجود بالتفصيل على القناة على اليوتيوب. اخدنا بعض الدروس، وقفنا وقلنا نعمل اختبار، وان احنا نشوف او انا اشوف يعني وصلوا لايه في البورتري واستوعبوا قد ايه. بعت لهم الصورة دي يرسموها خلال يومين. النتائج بصراحة كانت اكتر من رائعة، علشان كده حبيت اعمل لهم فيديو اشكرهم فيه. طبعا الصور اللي قدامكم دي الاول درس واخر درس خدناه، ولسه طبعا هنكمل بقية الدروس. شغلهم هايل جدا، طبعا في تفاوت في الاعمار، لكن كله ما شاء الله فنانين، شغلهم حلو قوي بالنسبة للناس اول مرة ترسم اصلا بورتري او تتعلمه. حبيت قوي شغلهم، وكل واحد ليه شخصية كده، في سواء في رسمه او في تظليله. وان شاء الله برضو لما هنكمل بقية الدروس هتلاقوا المستوى فارق تماما. هحط لكم صورة اول بورتري ده مع اخر بورتري هترسموه، هتشوفوا فرق المستوى. حبيت احط لكم اول درس معاه عشان بس تلاحظوا وصلنا لايه. لسه كمان هنكمل، والناس اللي ما حصلتناش ممكن تبدأ تحاول تحصلنا على الجروب على الفيسبوك اللي اسمه في اول الفيديو. بصراحة نتائج بصراحة انا عجباني جدا ومبسوطة منها قوي، علشان كده عملت الفيديو ده. حبيت اشكرهم فيه، وحبيت الناس كلها تشجعهم معايا وتستنى النتيجة النهائية. طبعا الرسم من الحاجات اللي ما فيهاش ملهاش سقف، يعني ما حدش يقدر يقول انا وصلت لاقصى حاجة اقدر اتعلمها. يمكن انا كمان انا لغاية دلوقتي بتعلم من ناس تانية احسن مني مليون مرة. اي حد بيقول انا اتعلمت خلاص او انا خلاص كده وصلت لمستوى عالي، خلاص مستواه بالعكس بينزل ومش بيطور من نفسه. لا، طالما احنا عايشين فبنتعلم وبنطور من نفسنا وبنعرف معلومات اكتر وبنستفيد من ناس تانية، سواء عرب او اجانب. فالبحث والتدريب الكتير هو اللي بيفرق ما بين فنان كويس وفنان مش كويس. ممكن كلنا نتعلم نرسم حتى لو ما عندناش موهبة، وده سؤال كان الناس كتير بتسألني عليه. انا مش عندي موهبة الرسم او مش بعرف ارسم، بس نفسي اتعلمه. اهم حاجة الاستعداد، انا عندي استعداد ونفسي اتعلم وعندي اصرار وهتدرب كتير، هتعلم وهبقى كويس جدا، ممكن احسن من حد عنده موهبة لكن مش بينميها ومش حابة. كمان اقول لكم ان موضوع الرسم برضو ما ينفعش فيه الاستعجال. انا مش خلاص من فيديو او اتنين انا اتعلمت وخلاص كده بقيت اعرف ارسم. لا، تدريب تدريب تدريب، وده دايما اللي باكد عليه في كل الفيديوهات، لازم تدريب. انا ممكن الفيديو نفسه لو رسمته 10 مرات او اكتر من كده، كل مرة هلاقيه مختلف عن المرة اللي قبلها، وهلاقي فيه تطور وهلاقي فيه اختلاف. المستوى بيفرق جدا بالتدريب صدقوني. الناس برضو شغلها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده تحفة. عايزة اقول لهم برضو ما يستعجلوش، يعملوا على مهلهم، مفيش اي داعي ان احنا نستعجل ولا ان احنا نكروت. لا، زي ما هم عاملين كده دي نتيجة ان هم بمزاج وواحدة واحدة. وبصراحة انا مبسوطة منكم جدا وبشكركم ان انتوا صبرتوا معايا، وان انتوا ومبسوطة ان انتوا قدرتوا تستفيدوا اي حاجة مني. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم دايما، وهنكمل دروس مع بعض. وحابة الناس اللي بيشوفوا الفيديو ده تشجعهم، وزي ما بقول لكم بقى كل فيديو اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل وشير للفيديو، وسيبوا لي كومنت. لان المرة دي مش سيبوا لي انا كومنت، سيبوا لهم هم كومنت يبسطهم. واشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير بإذن الله، ومع السلامة.